ست الهوانم المعلمة اللي بألف راجل، ومعانا الست إيناس أو مدام إيناس أو إيناس هانم أو المعلمة إيناس. مدام إيناس إزايك؟ إزايك يا فندم، أخبارك؟ عاملة إيه؟ تمام تمام؟ تمام. ست الستات في السبتية، أنتِ مين؟ أنا إيناس المعذور، خريجة تجارة. بعد ما والدي توفى أنا كنت بشتغل قبل ما يتوفى، مع كنت نزلت معاه يعني، وقبل ما اتجوز وقبل أي حاجة، فكنت نزلت وكده، وقعدت عندنا محل هنا في الميدان، وكنت قاعدة في مكتب وكده. بس لقيت بعد فترة، كان المكتب ده بيبيع أو نشاطه صاج. إيه؟ محلة صاج، كلنا إحنا صاج. صاج إحنا من سنة 52 من أيام أبو الجد، إحنا في التجارة يعني متورثينها. كان عندنا قبل ما نجيب المكتب هنا، كان عندنا مكتب محلين في سوق العصر ومحل في الميدان، فكان عاملين لي مكتب كنت قاعدة فيه وكده، وكنت كنت قاعدة على الحسابات كده يعني، كنت بتملى كده وباخد الحسابات كده من المحاسب اللي هناك. بس ما كنتش يعني ايه، ما كانتش ليا في الشغل قوي. لما لقيت فرع، عندنا فرع جوه في سوق العصر، كان في ناس ماسكينه وكانوا بيحافظوا عليه قوي، فقلت ده في حياة والدك؟ في حياة والدي. اوكي. قبل ما اتجوز. بعد ما اتخرج. فجيت دخلت قلت لهم انا همسك الفرع ده، عشان الفرع ده يعني ايه، يعني ما فيهوش شغل كويس، ما بيجيبش ايراد دي يستحقه، ده جوه سوق العصر واخد ناصيه واول سوق العصر. بس وانا قاعده وكده، فنزلت وقعدت وبدات احقق فيه سكور كويس، ونزلت فيه صاج اسمه صاج الساده، ده فلات اللي بيتعمل منه المداخل. فكسبنا بقى، جبنا شركات الغاز وشركات البوتاجاز، بدأوا ياخدوا مني الصاج ده لصناعة البوتاجازات وصناعة المداخن، وتعاقدت مع شركة الغاز الطبيعي وردت لهم مداخن وحاجة. كل ده وحضرتك عندك كام سنة؟ كان عندي 22 سنة.